السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف اهد التجارب الخاصة بالليزر. خليني ارسم بس كورة بشكل دوت، وخليني اعمل لها كوبي بيست واصغرها سكيل، ادوس شيفت، وبعد كده هطرحها كات. خلينا ناخد الشكل دوت ونصغره. هنحطه في المنتصف بالشكل دوت، هدوس على الشكل دوت تمام، وهقول له ان انا عايز اضيف سنتر اكس بالشكل دوت، وخليني اجي على دوت وهثبته عشان ما يقعش بالجاذبية تمام بالشكل دوت. وهاجي هنا وهقول له ركب لي الموتور بالشكل دوت، وخلينا نعمل تجربة كده زي ما انت شايف بيلف. طيب ممكن بقى نيجي نركب مثلا شعاع ليزر اهوت تمام اهو، بالشكل دوت. طيب هاجي الغي هنا جزء من الشكل ده اهو، اعمل ده الغاء اهو، واقول له ديليت. بالشكل دوت. وهبدأ اضيف بعض العدسات، يعني ممكن تضيف مثلا حاجة بالشكل دوت. خلينا نضيف مثلا شكل مثلث، وهقول له ان ده عبارة عن جلاسز. وبعد كده هضيف مثلا نوع من العدسات بالشكل دوت تمام، ونضيف نوع تاني مثلا بالشكل دوت، ونضيف شكل اخر اللي هو ده اللي تقريبا اللي احنا عملناه دوت ماشي، بس طبعا هو عامله بشكل احسن. وخلينا نضيف برضو ليزر بالشكل دوت اهو، نحطه فين؟ خلينا مثلا نحطه هنا. وممكن نضيف برضو ازاز زجاج اهوت تمام اهوت. وخلينا نغير النور الضوء دوت لابيض بالشكل دوت، ونخلي بقى البتاع تمشي. ثانية واحدة، انا غلطت في حاجة. الاشكال دي كلها مفروض انها تتعمل لها التثبيت جلوتو باك جراوند. بص الضوء اول ما يوصل هنا هيحصل له انعكاس شوية لان الضوء ابيض بدأ يتحلل الوان الطيف. فاحنا ممكن نيجي هنا ونقول له خلي الموتور يمشي بالراحة خالص، فانت تعمل شوف الضوء هيحصل له ايه والانعكاس بتجي ازاي بالشكل دوت. وممكن نيجي هنا نختار دوت الماتيريال بتاعته مثلا تكون ازاز وانت ممكن تاخد واحدة من دول وتبدأ تحطها كده من أشعة الليزر دي، تاخدها بشكل منفصل.